اذا الهيوميديتي والمويستر ميجرمنت رح نتحدث عنهم اليوم. بهمني اني اعرف الهيوميديتي لاشياء كثيره، مثلا زي هيوميديتي الهواء، عفوا المويستر كونتنت. المويستر كونتنت لمواد معينه زي مثلا فارماسيوتيكالز، مثلا في كثير من الادويه بفسد الدواء اذا زاد كميه الرطوبه الموجوده فيه عن حد معين او الماده. البلاستكس، النسيج، النسيج مهم جدا خصوصا القطن، تصنيع القطن، مثلا عمل انسجه من القطن بتحتاج جو رطب، لذلك شمال غرب بريطانيا، شمال غرب انجلترا انشهرت مناطق مانشستر وستوكبورت، المناطق هاي انشهرت في صناعه النسيج لانها جوها في رطوبه معينه، موجوده الرطوبه المطلوبه حتى ينجح هذا هاي العمليه. وكمان الورق، في هاي الاشياء كلها بدي اتحكم في المويستر كونتنت والرطوبه تبعت الجو، الرطوبه تبعت الجو والمويستر كونتنت تبعت المواد اللي بتدخل في التصنيع او الانتاج. طبعا بهمني انا اتحكم في المويستر لسببين، احدهم الدافع مالي والثاني قانوني. يعني بالقانون، القانون بيتحكم في القانون بيتحكم في ال كله بالستاتشوري، لازم في اشياء معينه احافظ عليها على رطوبه معينه، وفيسكال مالي لانه مثلا في اشياء معينه بتاثر، زي مثلا يعني مثلا لو عندي بنزين مثلا، طبعا بقيس بدي اتحكم طبعا بكميه الرطوبه اللي موجوده، كميه المي اللي موجوده بتاثر طبعا على الكواليتي تبعته، او في اشياء بتكون محدده من الحكومه، مثلا محدده من القانون لازم يكون مثلا ليفل معين اتحكم فيه بالرطوبه او الهيوميديتي اللي موجوده. الهيوميديتي نفسها بتهمني وين؟ في المباني. إذا نزلت الهيوميديتي الرطوبة عن حد معين إيش بصير؟ بصير ناس عندهم جفاف، إذا نزلت عن 40-30% في مكان معين، إذا ارتفعت عن حد معين طبعا بصير انكمفتبل. عادة بحاول أتحكم فيها 40-60% في المباني مثلا، في جرين هاوسز عشان النباتات. أتحكم في الرطوبة برينج معين. طيب شو تعريف الرطوبة؟ في عندي ثلاث تعريفات للرطوبة، في ابسولوت، في سبيسيفيك، وفي ريليتيف. اهمها طبعا اكثر واحد بيهمنا هو الريليتيف، الريليتيف بنشوف ليش الريليتيف بيهمني اكثر. الابسولوت هو كمية، كمية بخار المي اللي موجودة في فوليوم. كمية بخار المي اللي موجودة في فوليوم معين من الهواء. في حين سبيسيفيك هي كمية بخار المي اللي موجود في وزن معين. لكن المشكلة بشكل رئيسي انه هاي ما بتعني ليش اشي اذا ما حكيت ايش الحرارة. ليش؟ لازم احدد الحرارة اللي بحكي عنها، لانه الهواء بطبيعته حسب درجة حرارته بيقدر يحمل كميات اكبر واكبر من المي كل ما ارتفعت درجة حرارة. واضح مضبوط؟ كل ما ارتفعت درجة حرارة الهواء كل ما زادت التمبرشر بتزيد قدرته على حمل بخار المي. لذلك شو بصير؟ ليش بصير عندي شتاء؟ تنزل درجة الحرارة، ببطل الهواء قادر انه يحمل كمية الرطوبة اللي موجودة فيه، تتكون السحب، بعدين بصير في عندي ساقط الأمطار. إذا دائما في قياس الهيوميديتي لازم اني يهمني أن أقيس الحرارة. من هون اجى تعريف الريلاتيف هيوميديتي. الريلاتيف هيوميديتي بتقول انه على كل درجة حرارة معينة، على أي درجة حرارة الهواء بيقدر يحمل كمية معينة من بخار المي.
اللي هي بتوصل هذه 100%. يعني على هاي درجه الحراره بقدر اعمل ساتوريشن، اشبع هذا الهواء ببخار المي على درجه حراره معينه. اذا فجأة نفس كميه المي هاي كميه الهواء ارتفعت درجه حرارتها، شو صار عندها؟ صار عندها امكانيه انها تحمل كمان بخار مي، ورديت دفعت رفعت درجه حرارتها كمان، صار عندها امكانيه. فالابسولوت ما تغيرت، كميه البخار الموجوده في هذا الهواء ما تغيرت لما ارتفعت درجه حراره، بس قدرتها انها تحمل كمان زادت. لكن لو نزلت، يعني لو كان عندي انا كميه فوليوم معين من المي على درجه حراره تي 1، على درجه الحراره هاي كميه الهواء اللي موجوده هون قادره انها تحمل كميه معينه من الووتر فيبر، وعلى هاي درجه الحراره هي مشبعه في هاي الكميه، مشبعه 100%. شو معنى انها مشبعه 100%؟ يعني لو درجه الحراره انخفضت شوي صغيره شو بصير؟ بطلت تقدر تحمل هاي الكميه كلها، فراح يصير في تكافف، راح يصير في تكافف لبعض الزياده من هون، بحيث انه تصير هي 100% مشبعه على درجه الحراره هاي. فهون كانها بتصير مثلا 110% مشبعه، ال 10% هاي بدها تتكاثف او تنزل على شكل مطر. مثلا اذا كان هذه هون تي 0، اذا ارتفعت من هون لتي 2 بتصير مثلا 92% مشبعه، الابسولوت كوانتيتي ظلت نفسها. لاحظين؟ كميه البخار المي اللي موجوده في هذا الهواء كابسولوت كوزن يعني ما اختلفت من هاي النقطه لهاي درجه الحراره لهاي درجه الحراره، لكن نسبتها للكميه اللي بيقدر الهواء يحملها اختلفت. مظبوط؟ عند درجه الحراره هاي الهواء بيقدر يحمل كميه اكبر، فصارت بالنسبه للكميه اللي هو بيقدر يحملها صارت الريلاتيف هيوميديتي 92%. بالنسبه عند النقطه هاي لما نزلت بطلت تقدر تحمل كميه البخار المي اللي هي حاملتها، بطلت صارت اكثر من قدرتها عند درجه الحراره هاي، فاضطرت تتخلص من 10%. هذول 10% بدهم يتكاثف، بتصير في عندي تكاثف، بصير في عندي كوندنسيشن. بس عند الحاله هاي وعندي الحاله هاي وعندي الحاله هاي كميه بخار المي اللي موجوده في الهواء نفسها. لذلك هاي يوسلس هذا التعريف، وهذا التعريف مش عملي، ما بفيدني، ما بنفعني، لانه ما بذكرش درجه الحراره. انا اللي بنفعني اني اقول على درجه الحراره هاي الريلاتيف هيوميديتي قيمتها 100%. لو ارتفعت درجه الحراره بنفس كميه بخار المي الموجوده لدرجه الحراره هاي انخفضت الريلاتيف هيوميديتي ل 92%. اذا تعريف الريلاتيف هيوميديتي بيعتمد ارتباط وثيق او بيعتمد اعتماد وثيق على معرفه درجه الحراره. لذلك اذا انا بدي استرجع اتخلص من المي، اطلع الرطوبه اللي موجوده في المي، شو بقدر اعمل؟ بخفض درجه حرارتها، بطلع خفض درجه حرارتها وبسترجع الرطوبه اللي موجوده فيها، باخذ الرطوبه الموجوده فيها بصير فيها. ارتفعت درجه الحراره شو بصير؟ تخف، بصير بامكاني اكثر من المي تتبخر ويستوعب ياخذها. لذلك بتلاقي بس ترتفع درجه الحراره بتفرق الصبح شو بتلاقي؟ في غيوم بالسماء. بس تصير الساعة 10 11 بترتفع درجة الحرارة شو بصير فيها؟ بتختفي، هي ما راحت، ما اختفت. شو صار فيها؟ استوعبها الهواء، بطلت متكاتفة، استوعبها الهواء، رجعت في الهواء نفسه، استوعبها بسبب ارتفعت درجة حرارته، صار عنده إمكانية أكثر. فجأة أنت ماشي مثلا فيش عندي شتاء، في غيوم بس، لقيت درجة الحرارة انخفضت، شو بصير بتوقع؟ بتوقع أنك تشتدي. إذا هذا هو أهم تعريف، إذا نركز على تعريف الريلاتيف هيوميديتي، الريلاتيف هيوميديتي هو نسبة بخار المي اللي بيحملها الهواء على درجة حرارة معينة مقسومة على كمية المي اللي بيقدر يحملها على درجة الحرارة، الماكسيمم اللي بيقدر يحملها. The ratio of water vapor mass to مرة ثانية. إذا يعني لو أنا عندي مثلا الهواء على درجة حرارة 50 مئوية،
اذا هو بيقدر بيحتاج لمثلا 3 كيلو جرام مي، بعرفش هذا الرقم صحيح، انا عمالي بضرب ارقام من ذهني بس حتى نوضح الفكره. يعني لو الهواء على درجه حراره 50، فوليوم معين من الهواء على درجه حراره 50 درجه مئويه، بحتاج 3 كيلو جرام بخارم من بخار المي حتى يتشبع حتى يصير 100%. بس هو لما اجيت قسته في هذيك اللحظه وجدت انه كان في بس 1.5 كيلو جرام على درجه الحراره هاي، اذا الريلاتيف هيوميديتي 50%. لكن لو انخفضت درجه الحراره من 50 ل 30 وهو لسه في كل متر مكعب منه 1.5 كيلو جرام، بس اللي بحتاجه حتى اشبعه على 30 2 كيلو جرام، قديش صارت الريلاتيف هيوميديتي؟ ارتفعت ل 75. واضحه الفكره هاي؟ هاي فكره مهمه جدا بالريلاتيف هيوميديتي. لذلك ما بقدر احكي عن الريلاتيف هيوميديتي الا اذا احكي عن تمبرتشر. اذا بقيس لازم اقيس التمبرتشر، دائما لازم اقيس التمبرتشر. درجه الحراره اللي بيوصلها اي المي بتصير فيها 100% مشبعه جاهزه حتى شو تعمل؟ اللي بدها تتكاثف بنسميها الديو بوينت. واضح ليش؟ ايش يعني الديو؟ يعني اذا بنزل حسب طبعا قديش كميه الرطوبه الموجوده فيها، اذا بنزل درجه حراره الهواء بحيث انه يصير 100% مشبع، هاي النقطه درجه الحراره هاي لهذا الهواء اللي موجود هون سميناها الديو بوينت في اللحظه هذه. لانه اذا نزلت فراكشن اوف ديجري اقل من الديو بوينت شو بده يصير عندي؟ تكاثف. بصير عندي التكاثف مي لانه صار وصلت 100%. اذا نزلت درجه حراره شوي رح تصير 102%. اذا 2% هاي بدي اتخلص منها عن طريق التكاثف، لاني ما بقدر احمل اكثر من 100%. باي ديفينيشن مش هيك؟ باي ديفينيشن انا عمالي بقول انه الريلاتيف هيوميديتي لما تصير 100% معناها كميه المي اللي موجوده في الهواء مساويه للكميه اللي بحتاجها للاشباع. اذا لو نزلت درجه الحراره كمان شوي رح يبطل يقدر يحمل هاي ال 100%، رح يصير يقدر يحمل بس مثلا جزء منها، اذا الجزء الباقي لازم يتبخر. ولذلك هذا هو احد الاسباب كمان، انه احد مش السبب الوحيد بس احد الاسباب، لما ترتفع درجه الحراره بصير الغسيل اسهل اني انشف الغسيل، مش هيك؟ مش بس درجه الحراره، السبب الثاني كمان انه الريلاتيف هيوميديتي تبعت الهواء رح تنزل. فصارت الرطوبه، لما الرطوبه تنزل شو بصير عندي؟ صار بيقدر يسحب ياخذ مني كمان بغض النظر عن الحراره لو تساوت يعني، او بمعنى اخر لو الهيوميديتي نزلت في الجو بصير اسهل اني انشف شيء معين على نفس درجه الحراره. يعني لو كانت درجه حراره اليوم مثلا 30 وبكره 30، بس اليوم كانت ريليتيف هيوميديتي 80% وبكره كانت 20%، اي اسهل لي اني انشف بكره؟ لو رحت على دبي قديش توصل الهيوميديتي فيها؟ 80% توصل في الصيف، في شهر 8 وشهر 7 بتوصل. لما بتنزل من الطياره جسمك كله بصير مي، يعني بتحس اوعي كلها مي، وهي من كثر الرطوبه العاليه. احنا ما عندنا الرطوبه هاي طبعا، هم لانهم جاي اقرب للبحر، احنا بعد عن البحر، بس الرطوبة عندنا أقل بكثير. وبشكل عام بتحس كمان الناس بحس بالحرارة أكثر لما تكون الرطوبة عالية. لما تكون في جو رطوبته عالية ودرجة الحرارة مثلا 27، بتحس كأنها 30 في مكان رطوبته منخفضة، غير أنكمفتبل، لأنك مش قادر تتخلص مثلا من العرق، مش هيك؟ بخار المي مش قادر، فبشكل عام مش قادر تتخلص من المي اللي موجودة، بخار المي بيحمل كمية حرارة أكثر. كمان يدخل الحرارة النوعية مش عارف بس هي بشكل عام هون صار اصعب انك انت تتبخر منك المي، تتخلص المي حتتبرج جسمك. طيب اذا هذا في اسئله على الديو بوينت. اذا الديو بوينت هي النقطه اللي السامبل من ساتوريتد اير بتوصل ل 100% ريلاتيف هيوميديتي، بتكون جاهزه انها تبدا المي تتكاثف، هون يصير في عندي كوندنسيشن. اذا بتطلع على الترانسميترز او الترانسديوسرز اللي موجوده على الويب سايت، اذا بتعمل سيرش عليها راح تلاقي نادر جدا انك تلاقي هيوميديتي ترانسديوسر ما بيقيسش التمبرتشر. في غالب الاحيان بعطيك الهيوميديتي وبعطيك التمبرتشر بنفس الوقت. طيب نبدا اول شيء، راح نحكي عن الجزئين، راح نحكي عن المويستشر ميجرمنت، بعدين راح نحكي عن الهيوميديتي ميجرمنت. المويستشر ميجرمنت ممكن اعملها باسلوبين. في عندي لابوراتوري ميثودز،
الاندستريال ميجرمنت. بشكل عام في الميجرمنت لما احنا بنحكي بشكل عام عن الميجرمنت راح تلاقي فيه شقين. يعني مثلا هذا الكتاب اذا ترتبكم اياه اكثر مره ما استعملناه، حد استعمله وشافه؟ كتاب جي بي هولمان اكسبيرمنتال ميثودز فور انجينيرز، من الكتب المشهوره. لكن هو اذا بدنا نكون دقيقين هو مش كتاب ميجرمنت، هو اكثر اكسبيرمنتيشن. فبتلاقي معظم الطرق اللي بيحكي فيها هو جي بي هولمان اكسبيرمنتال ميثودز فور انجينيرز، هو ميكانيكال انجينيرنج. بيختلف عن الكتب الثانيه اللي طلعنا عليها في الميجرمنت، لانه هذا هو هدفه اكثر من اسمه، بتطلع على الاكسبيرمنتيشن. يعني بهمه هو هذا بيدرسوه مثلا لطلاب الميكانيك، بحيث انه يصير في عنده حس للتجارب، كيف هو يعمل تجربه معينه. بس هو لما بيعمل تجربه معينه ايش بشكل رئيسي راح يعمل؟ راح يقيس، راح يعمل قياس. فكيف هو يطلع على الريزلتس اللي بتطلع؟ كيف يعالج الراندوم ايررز زي ما كنا احنا نعالج، كيف كنا نحكي عن الراندوم ايررز اللي موجوده؟ كيف يطلع على السيستماتيك ايررز، يفهم السيستماتيك ايررز، كيف يعمل ديلينج وذ ميجرمنت ايررز، كيف يعمل الانسرتينتي. بتتذكر الانسرتينتي بروبوجيشن؟ تذكروا؟ احكوا لي احكوا طبعا. انسرتينتي كيف كنا نعمل انسرتينتي؟ لما نضرب رقمين في بعض، لما اقول انا زد بتساوي واي في اكس، اذا انا است اكس واكس زد است واي، بدي اطلع زد وانا عارف الانسرتينتي في واي، عارف الانسرتينتي في اكس، ليش انسرتينتي زد؟ بجمع البرسنتجز، مش هيك؟ هذا اللي بنحكي عنه. وبعدين حكينا عن البارشل ديريفيتيفز ميثود. فكل هذا الكتاب بشكل رئيسي بركز على الافكار هذه اللي موجوده هون، في حين في كتب ثانيه بتكون اقرب منها للاوتوماتيك ميجرمنت سيستمز في الاندستري. الاوتوماتيك ميجرمنت سيستمز ما فيش عندي هيومن انترفنشن، ما فيش عندي شخص عماله بيراقب تجربه، في عندي كنترول سيستم انا مركبه في بعماره مثلا او في بنايه وعماله بيقيس مثلا الهيوميديتي وعماله بيشغل الكنترول سيستم اللي بيتحكم فيها. صار هذول هم الطريقتين الرئيسيات في الميجرمنت. في عندي يا اما لابوراتوري ميثودز، شخص عماله بيعمل اكسبيرمنت وبيقيس فيها معينه، او اندستريال انا عامل هون ميجرمنتس او ترانسديوسرز او ترانسميترز حاططهم في سيستم وعماله بيعمل كلوز لوب كنترول. فهون في عندي في طرق غير مناسبه ما بقدر اعملها اوتوميشن، رح تضلها تنعمل غالبا، رح تضلها تنعمل مانيوالي. فهون رح اطلع على الطريقه في المويستشر. في اللابوراتوري ميثود عندي اول طريقه هي الووتر سيبريشن. لو انا اعطيتك كميه معينه او ماده معينه وبدي اعرف قديش المويستشر اللي موجود فيها، كميه المويستشر اللي موجود فيها، ممكن تنعمل عن طريق الووتر سيبريشن. في عندي ثلاث طرق حتى اعمل فيها ووتر سيبريشن، يا اما بعمل سنترفيوجل. ايش مبدا السنترفيوجل؟ جهاز الطرد المركزي، بيعتمد على انه في عندي دنسيتيز مختلفه للمواد المختلفه. فبعض المواد اللي بتكون فيها دنسيتي اعلى مثلا او دنسيتي اقل رح يصير فيها سيبريشن حسب السنترفيوجل سيستم، وبعدين بنعزل هاي. الطريقه الثانيه اللي هي ديستيليشن. اخذتوا الديستيليشن شو هي؟ تقطير، مش هيك؟ اني انا اخلي الماده مثلا تتبخر وبعدين ارد استرجع مثلا اعمل كوندنسيشن والمي استرجعها واحسب كميتها، والكميه اللي بحسبها بقدر اعرف قديش كانت كميه. كل هاي لاحظ لابوراتوري ميثودز، يعني باخذ انا سامبل عاده باخذ سامبل اوف لاين من الماده بفحصها. افرض مثلا انت وصلت طلبيه اسمنت، والطلبيه هاي بدك تتاكد انت ان الهيوميديتي مش اعلى من كميه معينه فيها، ممكن تسبب لك مشاكل، او هذا بيعتمد الكواليتي، بغير الكواليتي تبعتها. ممكن في مختبر معين بتاخذ انت عينه من هاي الماده بتعطيها، طبعا ما حيقدر يعمل سنترفيوجل مثلا، ويمكن ما يقدرش يعمل ووتر سيبريشن، بده يعملها بطريقه ثانيه. بس مثلا بده يستعمل طريقه من طرق اللابوراتوري ميثود حتى يقيسها ويعطيك. هذه بشكل عام تعطيني اكيورسي اعلى من الاندستريال ميثود، يعني الاكيورسي هون راح تكون اعلى في اللابوراتوري ميثود. بس هاي غير مناسبه للاوتوميشن، ما بقدر اعمل فيها اوتوميشن. والطريقه الثالثه اللي هي التايتريشن. ايش التايتريشن؟ تايتريشن اخذتوها بالكيمستري؟ ما بتاخذوش انتم كيمستري. شو بتسمي التايتريشن بالعربي؟ معاير اسمها؟ اللي هي عندي، اذا عندي مثلا محلول معين من ماده في كميه معينه من المي، اذا انا ضفت له شوي شوي، ضليت اضيف له ماده كيماويه معينه تتفاعل مع المي اللي موجوده فيها مثلا لحد ما تتغير البي اتش او يتغير لون معين او يتغير شيء معين في الماده، بعرف انه الكميه اللي ضفتها من هذا المحلول مساويه او في علاقه بينها وبين كميه المي الموجوده في هذه العينه اللي انا بفحصها، منها بستنتج قديش كميه او تركيز المي الموجوده. ايش التايتريشن؟ حد يطلع لها معايره مضبوطه؟ تاكدوا لنا منها، تاكد بالضبط تايتريشن ايش الكلمه المقابله لها في العربي. هذول زي ما ملاحظين هاي طرق غير مناسبه للاوتوميشن،
هي اكسبيرمنتال او لاب ميثود بستعملها في اللاب حتى اطلع كميه المي اللي موجوده. نعم. انا طلعت المي كيف بدي احسب الفطور؟ نسبتها باي فوليوم او باي ماس. انت عارف العينه اللي انت جبتها قديش الماس تبعتها او الفوليوم تبعها. افرض الماس مثلا باي ماس، انت وزنت العينه تبعتك اول ما بديت، العينه اللي حطيتها قبل ما تعملها تقطير او تعملها تايتريشن كانت مثلا 10 جرامات او 20 جرام، طلع معك انه في كان نص جرام مي فيها، انت صرت تعرف الريشو بعدين، نص مثلا 9.5، فصار عندك الريشو باي ماس او باي فوليوم بدك تحدد طبعا. الطريقه الثانيه اللي اسمها الجرافيمتريك ميثود، هاي مستعمله بشكل كبير. جرافيمتريك ميثود، الجرافيمتريك ميثود فكرتها انه انا بجيب كميه من العينه، هاي مناسبه جدا للتربه، بجيب كميه معينه من التربه مثلا او الماده، بوزنها قبل ما ادخلها على الفرن، بعدين بدخلها على الفرن وبحطها فتره زمنيه معينه بحيث اني اتاكد انها تخلصت من كل الرطوبه الموجوده فيها، بعدين برد بوزنها مره ثانيه فبعرف كميه الووتر كونتنت. كمان هاي غير مناسبه كعمليه، يعني عاده هاي راح تكون لاب وراح تكون اوف لاين، اوف لاين بدها هيومن انترفنشن، بس بتعطيني بشكل عام هاير اكيورسي. اذا ما مناسب ما بقدر احط هذه الطريقه تصير تقيس باستمرار الهيوميديتي الموجوده، انا عمالي باخذ عينات اوف لاين بقيسها، الهيومن انترفنشن بتعطيني اكيورسي عالي. الطريقه الثالثه اللي هي فيز تشينج ميثود. شو يعني كلمة phase change؟ تغير الحالة من هي الصلبة للسائلة أو من السائلة للغازية. في مواد معينة تغيرها من حالة لحالة، درجة الحرارة بتعتمد على كمية وجود المي الموجود فيها، قديش مخلوط فيها مي. فبإمكاني أنا أطلع إذا راقبت بشكل دقيق درجة الحرارة اللي بتغير اللي بصير فيها عندها هذا phase change وقارنتها بالمادة اللي بيكونش فيها مي قديش تغير الحرارة، بقدر بستنتج من الاختلاف في درجة الحرارة بالphase change قديش كمية الرطوبة اللي موجودة في هذه المادة. واخر طريقه اللي هي اكويليبريم. اكويليبريم ريليتيف هيوميديتي، انا الماده اللي موجود فيها هي الماده اللي انا مهتم فيها للتقيس المويستشر كونتنت اللي موجود في الماده هاي. اذا حطيت سنسر قريب جدا للسطح في عندي عملية إكوليبريوم عملها بتصير في هذا السائل أو في هاي المادة بينها وبين الهواء. عملية إكوليبريوم عماله بصير فيها خروج للرطوبة من المادة، ونفس المادة هاي الرطوبة بترد تنتقل لها، فعماله في عملية إكوليبريوم عمال هاي بتحافظ على الرطوبة تبعتها، وهذا عادة بيكون مسكر من هون، فبصير في انتقال للرطوبة من هاي المادة للجو، وبنفس الكمية انتقال من الرطوبة مرة ثانية بترجع للمادة. لو أنا حطيت سنسر relative humidity sensor قريب جدا على السطح من هون، كل ما زادت الرطوبة الموجودة في هاي المادة شو رح يصير بالrelative humidity قريب جدا من السطح؟ رح تزيد مش هيك؟ فإذا قستها بقدر أستنتج منها قديش الرطوبة المؤشرة كانت موجودة، فهي كأنها طبعا indirect method. بس هاي بقدر أدخلها على هاي ممكن أعملها automation؟ ممكن اعمل اوتوميشن، بس بعرفش اذا من ناحيه عمليه فعلا بيستعملوها بشكل اوتوميتد ولا بيستعملوها بشكل مانوال. ايوه عبد الله، مش فاهم كيف بالضبط هلا انت لو جبت، انسى السنسر هلا، لو انت جبت ماده معينه مثلا تربه، حطيت التربه هاي هون العينه سكرت من هون، ايش راح تلاحظ بالنسبه للريليتيف هيوميديتي عند النقطه هاي؟ راح تزيد او تنزل، يعني راح تتغير بتغير قديش المويستر كونتنت الاصلي الموجود هون، لاني انا مسكر هذا الجزء من هون، عماله بصير في اكوليبريم ما بين كميه المويستر الموجوده هون والهواء اللي قريب منها، فعماله بينتقل جزء منه هون بعدين برد ينتقل بشكل بيرجع، ففي بوصل لحالي فيها اكوليبريم بين الاثنين. نعم بتصير بس ساتوريشن، لما يكون ساتوريشن ايش للهواء؟ للهواء، عشان هيك بسكرها انا بسكرها عشان ما اخسرش، ما تنزلش المويستر كونتنت تنتقل، عشان تصير في عندي اكوليبريم.
اير تايت، اير تايت كونتينر. ما بعرف اذا هذا بالضروره بيصير في ساتوريشن للهواء، انت هذا بتقوله مش هيك؟ انا مش متاكد انه بيصير في ساتوريشن للهواء، بس لاني سكرت هاي الكونتينر عملت لها اير تايت، الكميه الهيوميديتي لما بترتفع هون جزء منها بيصير برد بيرجع، بيصير في اكوليبر. لو خليت هذه مفتوحه راح تضلها تخسر، تطلع من هذا وبعدين تنتقل للهواء، ما راح يكون في عندي اكوليبر، ما راح يصير في عندي اكوليبر. اذا حطيت سنسر بعدين هون عند النقطه هاي، كل ما ارتفع المويستشر كونتنت هون راح ترتفع درجه الهيوميديتي هون اللي بصير عليها اكوليبريم، فبقدر استنتج منها قديش المويستشر كونتنت. هاي من اكثر طرق استعمال الجرافيمتريك، مستعمله كثير في السامبلز. زي ما حكيت لكم لو اخذت انا فكره السمنت هاي، الاسمنت او التربه الماده، سهل جدا اني اطبقها عليها في الجرافيمتريك. بس لو انا عندي محلول معين، يعني انا بتوقع، ما بعرفش، بتوقع مثلا مشتقات البترول، لو انا بدك تفحص انت الديزل اللي بغشه الديزل مثلا بسلطوه مي، احد الطرق كان يكون تقدر تستعمل واحده من الطرق هاي الموجوده هون، حتكتشف قديش كميه المي اللي موجوده هون، ولا بتكون واضحه لانها بتطفو عليها، ما بعرفش، مع البنزين. يعني لو حطيت بنزين، جبت عينه من البنزين وكانت مخلوطه مزبوط مع المي وتركتها لحد ما تعمل سيتلينج، هل تقدر انك تقيس وتشوف بوضوح مثلا المي كميتها؟ ما بعرف، بس بتوقع هذه احد الطرق اللي تكون هون اني اقدر اعمل سيبريشن بهي الطريقه. طيب الاندستريال ميثود، اذا كان حكينا هون عن اللابوراتوري ميثود، اوف لاين باخذ سامبل من الماده اوف لاين، انسوتبل فور اوتوميشن، بدها هيومن انترفنشن، بعملها في لابوراتوري بتعطيني اكيورسي اعلى. لكن لو انتقلت للاندستريال ميثود، الاندستريال ميثود انسب اني اعمل فيهم اوتوميشن بس بعطوني اكيورسي اقل. أول اللي دخل المفتس عندي إلكتريكال، جزء من الإندستريال ميثود، الإلكتريكال ميثود فيها 3 كاتيجوريز: مايكروويف، كاباسيتيف ميثود، وريزيستيف ميثود. بالمايكرويف ميثود بمرر انا مايكرويف في المادة هاي وبقيس كمية المايكرويف، هون بيصير في عندي اتنويشن، الاتنويشن هذا بتناسب مع الفريكونسي. لذلك هاي اللي بدرسوا الاتصالات، اللي بدرسوا البروباجيشن اوف ويفز، يعني مثلا عندي مايكرويف، عندنا مايكرويف، بتشوفوا اللينكس تبعت المايكرويف، شفتوها بعمان؟ بتكون ماشي بعمان، ما بتطلع بتشوف ابراج مايكروويف. لا هيك بتلاقي عليه زي درم. الرجال لما بتكون ماشي تطلع على ابراج مايكروويف موجوده بتشوف عليها درم. هاي بتعتمد مبداها على لاين اوف سايت. هي تقريبا اظن حوالي 35 كيلومتر. لاين اوف سايت شو يعني؟ الارض طبعا فيها دورات المر، فما بقدر استعمل المايكروويف مسافات اكثر من هاي المسافه، لانه الارض صارت في تحدد ان شاء الله موجود في الارض. فبنعتمد على فكره اللاين اوف سايت، هاي احد اكبر المشاكل الموجوده فيها، لانه الفريكونسي تبعتها عاليه بصير فيها اتنويشن، الاتنويشن هذا بيعتمد على الفريكونسي، لكن ايش كمان بيعتمد؟ على الووتر كونتنت، الهيوميديتي الموجوده في الجو. لذلك اذا بتطلع ايمتى تضعف الساتلايت سيجنال؟ لما بيصير في هون في شتاء، لما بيزيد الشتاء او كميه الثلج اللي موجوده، مثلا اذا في ثلج على الساتلايت مثلا بتزيد، بتعمل اتنويشن عاجل، كل ما زادت الفريكونسي بيزيد هذا الاتنويشن. فانا هون استخدمنا هذا المبدا بالعكس، لو انا عندي ووتر كونتنت عالي موجود في هاي الماده ومررت مايكرويف سيجنال من هون، كميه المايكرويف سيجنال او شده المايكرويف سيجنال بستخدمها على الجهه الثانيه بدها تتناسب مع عكسيا مع كميه الووتر كونتنت او المويستشر اللي موجوده هون، هذه بقدر اعملها اوتوميشن العمليه. الكاباسيتيف ميثود، لو انا عندي هون بروب، حطيت البروب اثنين مثلا في التربه، طبعا عزلتهم، لازم اعزلهم عشان ما يصيرش في عندي كوندكشن، وبقيس الكاباسيتنس اللي موجوده، لان الكاباسيتنس هذه راح تعتمد على كميه المي اللي موجوده. في موجود جهاز، يعني اشوف جهاز هيك تقريبا حجمه، عبارة عن 2 concentric tubes.
تقدر تغزه في الارض تغزه في الارض بعطيك مباشره اللي بيصنع مبدا الكباستر مثلا بعطيك الرطوبه اللي موجوده في التربه اللي بتهم المزارع مثلا مزارع او الناس اللي لهم علاقه بهذه التطبيقات بتهموا يعرفوا قديش كميه الرطوبه اللي موجوده في التربه. الطريقه الثالثه اللي هي الريزستيف في التكرار الريزستنس، بس أنا عندي عمالي بقيس الريزستنس اللي موجودة. في طلاب عملوا مشروع مادة السنة الماضية الفصل الثاني، مروان مختار، مين بعرف مروان وزيد؟ زيد طهبوب مروان مختار، عملوا مشروع مادة على هاي، جربوا عملوا الريزستنس ميثود وقاسوا الريزستنس اللي موجودة في التربة وتناسبها مع الرطوبة اللي موجودة في التربة. مثلا هذه الإلكتريك ميثود. الثاني اللي هو نيوترون مودريشن، هذول في منهم الطرق تشبه الليفل، تذكروا الليفل ميجرمنت لما كنا نقيسها، كنا نقيس الليفل مستوى المي في اناء. ممكن استعمل طرق شبيهه بنفس الطريقه من هون، بس هناك كنت انا بطلع عمالي على ارتفاع المي، هون عمالي بطلع على محتوى المويستشر الموجوده. كميه النيوترون، نمبر اوف نيوترونز باسنج، inversely proportional للموشر اللي موجودة في هاي المادة. فكمية النيوترونز اللي بستلمها من الجهة الثانية أو اللي بتمر في هاي المادة تتناسب عكسية. الطريقة الثالثة optical methods، optical methods اللي بتعتمد على refractive index. تذكر كل ما بدأ الريفراكتيف اندكس، احنا قلنا الضوء ما بده وسط حتى ينتقل فيه، الضوء ما بده وسط حتى ينتقل فيه، لكن لما يمر في اوساط مختلفه ايش بيصير بسرعه تختلف، وسبب اختلاف سرعته شو بيصير عندي؟ سبب الانكسار، هو انكسار الضوء هو اختلاف في سرعه انتقاله في الاوساط المختلفه، اختلافات بسيطه بس هذا الاختلاف هو اللي بسبب الانكسار اللي موجود. فانا اذا قست الانكسار الموجود في انكسار الضوء في هذه الماده بقدر استنتج منها قديش الريفراكتيف اندكس، والريفراكتيف اندكس راح يعتمد على مكوناتها اللي جزء منها المي. الطريقه الرابعه اللي هي الالتراسونيك ميثود، سرعه الالتراساوند كمان بتختلف. سرعه الالتراساوند في الماده بتعتمد على المويستر كونتنت اللي موجود فيها. بعدين الخامس هي ميكانيكال بروبرتيز زي الدنسيتي. طبعا احنا بنحكي عن الطرق هاي المختلفه، صعب يعني طرق مش سهل انك تعمل ديتكشن لاشياء معينه هون، يعني بدها تكون خبرات سنين، خبرات سنين الشركه هاي مثلا اللي تخصصت في هذا المجال مثلا او تخصصت في هذا المجال صار لها مثلا 30 سنه وهي بتشتغل بتظبط هذا التكنيك وبتتقنه، حتى تقدر تقيس الاشياء البسيطه. لو احنا اجينا في المختبر بدنا نقيس واحده من هذول ما راح نقدر نقيسها بهذه السهوله، مش هيك؟ بس ما بمنع ان احنا ندرسها ونفهم تفهم المبدا تبعها، مش معناها انه انت كانك بكره تروح تقعد تشتغل لمده اسبوع وتطلع بطريقه جديده في الاوبتيكال ميثود، ما راح تقدر تعملها، بس يكون عندك ابريشيشن للفكره اللي موجوده هون. وهذه ما في شيء غلط فيها، يعني ما تحس بالاحباط، احيانا الانسان بيحس بالاحباط، ليش؟ بتطلع انا شو اللي بدي اقيسه شو اللي بدي اطلع اقيسه. ميكانيكال بروبرتيز لما الدنسيتي هاي كانت مثلا للمي او للماده هاي كانت اصلا هي 0.8 مثلا او 800 كيلو جرام كيوبيك متر، ولما انا ضفت عليها 1% من المي تغيرت من 802 صارت مثلا 830. شو الاجهزه الدقيقه اللي عندي بتقيس التغير هذا في الدنسيتي من 800 ل 820 مثلا كيلو جرام كيوبيك متر، ومنها استنتج قديش المويستر كونتنت اللي موجوده هون. المبدا ما في مشكله انا بفهمه، بس انا ما راح اقدر بالضروره اني اعمل انفستمنت، لانه في ناس صار لهم 50 سنه مثلا بيشتغلوا على هذه الطريقه لحد ما اتقنوها وفهموا كل المشاكل اللي موجوده فيها وصنعوا جهاز فعلا يقيسها ويقيسها بهاي، زي الشركات اللي طلعنا عليها زي اي بي بي وكورونا وسيارا مثلا، الشركات المختلفه اللي حكينا عنها من هون. انت كفكره عامه بدك تفهم الافكار العامه اللي موجوده هون بالاجهزه هاي وتعرف كيف تستعمله، يعني لو انت بكره احتجت جهاز مثلا بيمشي على الالتراسونيك مثلا وشريت هذا الجهاز مثلا او استعملته فاهم انت الافكار تبعته، فاهم الاكيورسي تبعته، فاهم السيلكشن كرايتيريا تبعت الاجهزه المختلفه منها. طيب اصبروا علي دقيقتين بس خلينا ناخذ من دور الغياب.
احنا قربنا ال 50 مات ايش رح نسوي بعد مش فاهم ايش حكيت بس اسمع يا شباب وطالبات لسه ما حكيت ايوه عمر خلص الماده واحنا ضايل اربع اسابيع يا دوب اللي نخلصهم بالاربع اسابيع اللي ضايل عندنا ميجرمنت عندنا هيوميديتي وموستشر بدنا نخلصهم بدنا نخلص بعدين اكسلريشن فايبريشن اند شوك بعدين ممكن نحكي شوي عن الفيسكوستي بكون خلص الفصل ما اظن راح يضل معك يعني وقت تزهق فيه يعني اللي خايف منه لا ما رح يضل ماده مش كثيره ما عندنا ماده كثيره كم فصل عندنا مثلا الفلو جبت كل شيء يعني كل شيء حكى عنه بالامتحان حطينا بالامتحان كل قلت لنا احكي كل شيء بتعرفه عن الفلو منال خطيب غندور احمد ابو حمود ابراهيم يوسف عمر السعيد يوسف الزويري طارق بطشون بسام زياده